إسلام عم خون عما عم روحخ إيوانجاليون قديشت مارن إيشو عم شيحة كارزوسة متي شوحة لم شيحة مارن آمين إشلاو هيا. ولما جاء يسوع والتلاميذ إلى الجمع دنا إليه رجل فجث على ركبتيه وقال له يا رب ارحمني فأن ابني يعذب في رؤوس الأهلة ويتألم جدا لأنه يقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء وقد قدمته لتلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. أجاب يسوع وقال أيها الجيل الغير المؤمن الأعوج إلى متى أكون معكم وحتى متى أحتملكم؟ هلم به إلي إلى ها هنا. وانتهره يسوع فخرج منه الشيطان وشفي الفتى من تلك الساعة. حينئذ دنا تلاميذ إلى يسوع وحده وقالوا له لماذا لم نقدر نحن أن نشفيه؟ قال لهم يسوع لعدم إيمانكم. فإني الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقولون لهذا الجيل انتقل منها هنا فينتقل ولا يعسر عليكم شيء وهذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة والمجد لله دائما. بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم جميعا إخوتي أخوات المشاهدين المستمعين الكرام. وصلنا اليوم إلى الأحد الثاني من زمن الصليب المقدس. سمعنا من إنجيل متى الفصل 17 الآيات 14 إلى الآية 26 يعلن هنا يسوع هدم مملكة الشيطان بقدر ما يعلن ملكوت المسيح فينا بتجليه في حياتنا. تنهدم مملكة الشيطان ولا يكون له موضع فينا. لهذا يورد الإنجيل اليوم أن بعد حادثة التجلي أي بعد إعلان مملكة يسوع إخراج الشيطان من إنسان إذ يقول النص ولما جاء إلى الجمع تقدم إليه رجلا جاثيا له وقال يا سيدي أو يا يسوع ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء. هذه هي علامات العبودية لإبليس الدخول في مملكته. الشيطان يسيطر على الإنسان. هذا نحن ما نتركه الشيطان يسيطر على حياتنا. لا ندع لنعمة الرب تعمل في داخلنا. يفقد الإنسان التوازن الداخلي. يضيع بين الخير والشر. هذا التوازن ويفقد الراحة، الأمان، السلام. فيصير في حالة صرع. من يعرف ويخسر كل سلامه الحقيقي. يعيش في آلام داخلية عنيفة، صراعات متضاربة، كأنه الخير يضعف والشر يقوى أو بالعكس الشر يضعف والخير يقوى، كأنه الإنسان يعيش في صراع يفقد هذا التوازن. ليش؟ لأنه ما عنده هالإيمان مثل حبة الخردل. يصير نار غاضبة غضب يسيطر علينا يحترق يحرق من حوله ويحرق نفسه في نيران لا تنطفئ. وبعض الأحيان نراه يرتمي في مياه الشهوات الجسدية ومحبة العالم مستهينا بكل شيء من أجل لذة مؤقتة. في مرارة نقول أن الإنسان بخضوع للخطية وارتباطه بمملكة الظلمة يفقد السلام فكره جسده روحه فيعجز عن التفكير السليم ويخسر حياته الروحية حتى الجسدية أيضا يصير تحت الألم. هذا الرجل لما أتى إلى يسوع وقدم ابنه ليسوع لكن اشتكى ليسوع من التلاميذ أحضرته إلى تلاميذك فلم يقدر أن يشفوه. يسوع جاوب أيها الجيل الأعوج الغير مؤمن إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموا إليها هنا. يرمز هذا النص هذه الآية إلى عدم الإيمان.
عدم الإيمان يكون عائق الذي حرم حتى التلاميذ من إخراج الشيطان. يقول القديس أغسطينوس: انتهر ربنا يسوع المسيح غير المؤمنين حتى الذين هم تلاميذه، كما سمعنا في النص، لأنه عندما قالوا له لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه، أجابهم قائلا: لعدم إيمانكم. إن كان الرسل غير مؤمنين، فمن هم المؤمنون؟ احنا نفكر في حياة الكنيسة. إذا كان نقول أحد أعضاء الكنيسة إذا كان غير مؤمن، لماذا يقوم بهذه الخدمات؟ إذا كان رئيس الكنيسة أو أحد الأساقفة أو أحد الكهنة غير مؤمن، فلماذا يقوم بهذه الخدمة؟ فكيف يقوم بهذه الخدمة؟ لماذا وكيف؟ كيف يعيش هذا الإيمان البطيء الصغير أو ما عنده القوة الإيمانية حتى يعيش في حياة النعمة؟ ماذا نفعل نحن الحملان إن كانت الكباش تهتز؟ لكن الله برحمته لم يستخف بهم في عدم إيمانهم، بل انتهرهم، يعني وبخ التلاميذ، في نفس الوقت ساندهم، جعلهم كاملين. لقد شعروا بضعفهم إذ قال في موضع آخر: زدنا إيمانا. وكان لمعرفتهم نقصهم نفعا عظيما إذ تعرفوا على من يسألون، يعرفون مع من يتكلمون التلاميذ. هاي إحنا إذا نفقد هذا الإيمان علينا الرجوع دائما إلى يسوع حتى نقوي إيماننا. دائما علينا أن نعيش يسوع حتى نقوي إيماننا. إحنا نبتة صغيرة يسوع يرويها، بس هاي النبتة لازم تطيع إلى كلام يسوع، لازم تسير في مسار يسوع، يتوجه قلوبنا إلى الينبوع الحقيقي، نقرع حتى يفتح لنا، أراد أن يقرع عليه البشر، لنصلي ونتكل على الله فنحيا، لنعو كما دعاه التلاميذ قائلين: يا رب زدنا إيمانا. قديس أغسطينوس: عجز التلاميذ على طرد الشيطان بسبب عدم الإيمان، لهذا ينصح يسوع لكل إنسان ما عنده الإيمان الصوم والصلاة حتى تساندهم وطرد الشر من داخلهم، يقوى الإيمان. الحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل منها هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم، أما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصوم والصلاة. هكذا يربط يسوع الإيمان بالصوم والصلاة. فإذا الإيمان وحده شلون، ما هو شيء خيالي ولا هو شيء غير قابل ولا هو شيء خارق، يقوى الإيمان بالصوم والصلاة. فإن كنا بالإيمان نختفي في المسيح يسوع ربنا الحال فينا ليطرد العدو عنا، هذا الذي لا يقدر أن يقف أمامهم. فإن إيماننا هذا لا يكون عاملا بدون الجهاد خلال الصوم والصلاة. ما هو هذا الجيل الذي لم يستطع التلاميذ فهمه؟ ما هو هذا الجبل الذي لم يستطع التلاميذ فهمه؟ لما قال انقلوا، لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل كنتم تنقلون الجبل من ها هنا إلى ها هنا. كتب عنه إيرميا النبي: أعطوا الرب إلهكم مجدا قبل أن يجعل ظلاما، وقبل ما تعثر أرجلكم على جبال العتمة. الجبل هو جبل الخطيئة المظلم الذي يدفع الشيطان الخليق إليه ليفقدها البنوة لله ويقتنصها كأبناء للظلمة. هذا هو الجبل الذي نزحزحه من حياتنا من خلال الإيمان الصوم والصلاة. يقول قديس أغسطينوس: إذا كان يحثهم على الصلاة أنهى حديثه بقوله: وما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصوم والصلاة. يليق بالإنسان أن يصلي ليخرج الشيطان من داخله، فكم الأولى يليق به أن يصلي ليخرج منه الطعم، الطمع، السكر، الترف، النجاسة، الخطيئة. كم من الأمور قاطنة في الإنسان لو بقيت فيه لا يقبل في ملكوت السماوات. أخوتي أخوات، هاي النقطة كثير مهمة،
حياتنا أنه شلون الجسد يحتاج إلى طعام وشراب حتى يقوى هذا الجسد الأرضي الترابي. هكذا هي الروح اللي تحتاج أن تقوي روح الإيمان، تقويها أفعال الرحمة، أفعال الصدقة، أفعال الصلاة. الصلاة مهمة، علينا أن نعود دائما إلى يسوع من خلال صلاتنا. يسوع يسمعنا دائما، هو موجود دائما على أبوابنا، لازم احنا نفتح ونكون مستعدين لهذا الخلاص. اخوتي، الصوم والصلاة مهمة في حياة الانسان، والصوم ما يقصد انه انا اصوم من الاكل والشرب، لا، كثير انواع من الصوم موجودة في الوقت الحاضر، لانه في ايام اجدادنا، ابائنا واجدادنا كانوا الاكل والشرب صعوبة ان يتناولوه، صعوبة ان يقتنوه، مثل ما نعرف احنا في قرانا وفي بلدنا الام العراق مثلا، كنا نعيش في هذيك القرى انه كان صعب على العائلة ان تاكل يومية رز او تاكل يومية لحم، فكانت صعوبة الاكل، فما معناته هذول صايمين كانوا، لا، الصوم ان اتخلى عن شيء انه احب هذا الشيء علي اتخلى عنه، فعلينا أن نلجأ إلى يسوع، ما يكون هذا الشيء اللي أحبه يمنعني من اقتراب من يسوع. فعلينا دائما أن نتخلى من الأشياء الزمنية لنرفع أفكارنا وقلوبنا إلى الأشياء السماوية. هذا ما يطلبه يسوع من عندنا اليوم، الصوم والصلاة. أتمنى لكم أيام مباركة دائما أخوتي أخوات، ومحتاج صلاتكم من أجلي في إرسالية جديدة، إرسالية في لندن لأخدم الجماعة المؤمنة في هذه المنطقة، في هذا المكان. محتاج صلاتكم من أجلي ومن أجل جميع الرعاة، الكهنة، الأساقفة، رؤساء الكنيسة، لكي يقوموا برعايتهم لرعيتهم. محتاج نعمة ربنا دائما تكون معنا ومعكم جميعا. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس تكون معكم جميعا. آمين. سأعيش العمر كارزا شاهدا حبك عجيب، مكرسا وعاسما أتبعك حتى الصليب. سعيش العمر كارزا شاهدا حبك عجيب، مكرسا وعاسما أتبعك حتى الصليب. أتبعك طول الطريق، أتبعك.